يبقى الإنسان يا مس قلنا بيعتبر مستهلك أول ومستهلك ثاني. ليه مستهلك أول ومستهلك ثاني؟ لأن الإنسان ممكن يأكل نبات وكمان ممكن يأكل حيوان. بناكل الدجاج؟ اه يا مس بناكل الدجاج. بناكل الأبقار؟ ايوه بناكلها. يبقى يعتبر الإنسان مستهلك أول وثاني. طب يعني ايه مستهلك أول يا مس ويعني ايه مستهلك ثاني؟ قلنا المس لو في الورقة اللي فاتت قلنا ان في نبات وفي غزالة، والغزالة اكلت مين؟ النبات، يبقى اتغذت على النبات على طول، يبقى سميها بصورة مباشرة، يبقى دي اتغذت على النبات بصورة مباشرة. طيب الاسد اكل النبات؟ هتقولي لي لا اكل النبات. ليه يا مس اكل النبات؟ ده اكل الغزالة، مش الغزالة اكلت نبات والاسد اكلها؟ يبقى اكل النبات بس في صورة مين؟ الغزالة. يبقى الأسد ده عبارة عن إن هو اتغذى على النبات بس بصورة غير إيه؟ بصورة غير مباشرة، يعني مش على طول، بصورة غير مباشرة. فهمنا يعني إيه مستهلك أول ومستهلك ثاني؟ جت مستهلك ثاني أو بصورة غير مباشرة اتغذى على النبات بصورة غير مباشرة؟ ماشي. لو جالي غزالة تتغذى إزاي؟ سماها مستهلك أول؟ صح. سماها بصورة مباشرة؟ برضه صح. وده اللي موجود معانا في الكتاب. انت قلتي يا مس في كائنات منتجة وكائنات مستهلكة، ايه التالت بقى اللي معانا؟ معايا كمان حاجة اسمها كائنات محللة، ودي بقى كبيرة بالنسبة لنا، فايدتها كتير قوي. بتعمل ايه الكائنات المحللة دي؟ ويعني ايه اصلا كائنات محللة يا مس؟ لو انا حطيت عيش او برتقانة او ليمونة او اي حاجة ولقيتها باظت ولقيتها بالمنظر ده كده، ايه اللي حصل هنا؟ هتقولوا لي يا مس عفنت يعني باظت. اهي دي الكائنات المحلله. ايه هي بقى الكائنات المحلله؟ العفن اللي حصل او التعفن اللي احنا قلنا عليه دلوقتي عباره عن كائنات حيه، بسميها ايه؟ فطريات. يبقى الفطريات دي هي الكائنات المحلله اللي انت بتقولي عليها. اه طب يعني ايه كائنات محلله؟ كائنات محلله دي رقم واحد احنا قلنا ان هي مش هتقدر تعمل اكلها لوحديها. ايه ده؟ ليه مش هتقدر تعمل اكلها لوحديها؟ لان هي ما فيهاش بلاستيدات خضراء. يبقى في اي سؤال يجي حلل يعتبر كذا كائن محلل يعتبر كذا كائن مستهلك. ليه؟ لانه لا يستطيع تكوين غذائه بنفسه. احنا قلنا مين اللي بيكون غذائه بنفسه لوحديه؟ قلنا دي النباتات. مين؟ الخضرة. ليه بقى النباتات الخضراء بتكون غذائها بنفسها؟ لان فيها حاجه اسمها بلاستيدات خضراء اللي بتعمل عمليه البناء الضوئي. يبقى الكائنات المستهلكه او الكائنات المحلله لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها. ليه يا مس؟ لان ما فيهاش بلاستيدات خضراء. نيجي بقى لموضوعنا تاني، الكائنات المحلله. قلت هي كائنات حيه ما بتقدرش تكون غذائها بنفسها. ليه؟ عشان ما فيهاش بلاستيدات خضراء جوه الخلايا بتاعتها. طيب بقى بتجيب غذائها ازاي؟ زي الكائنات المستهلكه كده تاكل الحاجه؟ لا، بتعمل ايه؟ بتحلل. بتحلل؟ اه بتحلل البقايا. زي ايه مثلا يا مس؟ واحد مات، كائن مات، بعد فترة بلاقيه كده عبارة عن هيكل عظمي بس. هو ايه اللي حصل؟ جسمه اتحلل. يعني ايه اتحلل؟ جات الكائنات دي اللي هي الصغيرة الكائنات المحللة وعمل التحليل لمين؟ لجسمه. سواء بقى كان الكائن الحي ده حيوان، انسان، نبات. طعام فاسد، يعني ايه طعام فاسد؟ الطعام اللي انا بسيبه كده فترة كبيرة ويبوظ. يبقى الكائنات المحللة قلنا ان هي بتحصل على غذائها ازاي؟ بتحلل البقايا العضوية. زي مين البقايا العضوية دي؟ سواء جثث الكائنات الميتة بقى، بقايا النباتات، طعام فاسد. طيب نقول بقى الامثلة بتاعت الكائنات المحللة. انت قلتي الفطريات بسميها كائنات محللة. زي مين الفطريات دي؟ فطر عفن الخبز لما انتوا بتقولوا ده العيش عفن. آه هي دي جاية من